هذه العتبات ما عادت، أنا خل أقولها بصراحة، لم تعد العتبات المقدسة دار عبادة فقط، العتبات المقدسة أصبحت دار عبادة ودار تربية ودار إغاثة. إغاثة شفتوا أنتم في أيام كورونا وإلى يومكم هذا، إغاثة، إغاثة الملهوفين والعوائل المتعففة، دار للرعاية، رعاية الأمور الصحية، مستشفيات وعمل جبار. عتباتنا صارت مركز استلهام لكل ما تعنيه الحياة من معنى، كل جوانب الحياة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق القائمين على هذه العتبات في المزيد.